في لحظة اتجهت فيها أنظار العالم كله لقطر، بدأ فعلياً مشوار بطولة كأس العالم 2022. حفل افتتاح بسيط ولكنه رائع، بيحمل رسائل في منتهى الأهمية، رسائل بتتكلم عن الوحدة والسلام في حضور طبعاً فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجموعة من رؤساء وملوك الدول العربية، وفي حضور أيضاً جاني إنفانتينو رئيس الفيفا. كل التوفيق لقطر في تنظيم رائع للبطولة، وكل التوفيق للمنتخبات العربية. قلوبنا مع المنتخبات العربية والأفريقية، إن شاء الله بإذن الله يقدروا يعملوا حاجة في المونديال تفرح الشعوب العربية اللي بتستضيف أراضيها البطولة لأول مرة في التاريخ. الحقيقة يمكن لحظات وتبدأ أولى مباريات البطولة اللي هنتابعها معاكم على مدار 28 يوم بالتفصيل، كل يوم تقريبا أربع مواجهات في الدور التمهيدي هنتفرج عليهم وهنتابعهم وهنحللهم وهنشوف إيه الجديد، مش بس في ما يتعلق بتنظيم البطولة لكن إيه الجديد في عالم كرة القدم اللي هنشوفه لأول مرة في التاريخ في مونديال قطر 2022. فاصل سريع ونبدأ حلقة النهاردة من السادسة. في دوائر الانتماء القريبة مننا هنتابع مشوار سبع منتخبات، أربع منتخبات عربية وثلاث منتخبات إفريقية، وطبعا العامل المشترك بين الاثنين منتخبي تونس والمغرب بما ان هما اثنين من المنتخبات العربية اللي بيمثلوا الشعوب العربية في المونديال، واثنين أيضا من خمس منتخبات إفريقية بيشاركوا في المونديال. هل يلعب أو تلعب الأرض والجمهور مع المنتخبات العربية؟ أعتقد طبعا أنه مهم جدا أنه نستغل العامل ده أفضل استغلال بما أنها أول بطولة بتقام على أرض عربية. في اللحظة دي طبعا منتخب الإكوادور بيفتتح أول أهداف البطولة في مرمى المنتخب القطري، ودايما دايما البدايات صعبة، البدايات هي الأصعب، وخصوصا طبعا مباراة افتتاحية بين إكوادور وقطر بتتلعب في الوقت اللي احنا بنظهر فيه مع حضراتكم. بداية صعبة جدا للمنتخب السعودي أمام واحد من أكبر وأقوى المرشحين لتحقيق لقب المنتخب الأرجنتيني، بداية صعبة أيضا لمنتخب المغرب أمام وصيف النسخة الأخيرة منتخب كرواتيا، وبداية أصعب أيضا لمنتخب تونس أمام الدنمارك. لكن في النهاية إذا ما تمكنت المنتخبات العربية بتحقيق نتائج إيجابية في انطلاقاتها في مشوار دور المجموعات، أعتقد أنه كتير منهم ممكن يكون عنده حظوظ التأهل ل الأدوار الإقصائية. والكلام طبعا عن ترشيحات منتخبي السعودية والمنتخب المغربي بصفتهم اثنين من المنتخبات القوية جدا في البطولة. هيشرفنا دلوقتي من خلال الاتصال الهاتفي كابتن سعد الحارثي، طبعا واحد من نجوم الكرة السعودية، كان نجم في المنتخب السعودي وكان نجم في نادي النصر وكان نجم أيضا من نجوم نادي الهلال السعودي، ضيف علينا في السادسة. كابتن سعد مساء الخير وأهلا وسهلا بك، بنرحب بك على شاشة الأهلي. يا هلا، اهلا بك استاذ احمد سمير، بك وبضيوفك وبالمشاهدين، سعيد جدا بتواصلكم معي وتحت الفرصه، سعيد بني اكون معاكم في برنامج الاستاذ. اهلا بك، اهلا بك دايما. وخليني قبل ما اتكلم على مشوار السعوديه في البطوله اخذ رايك سريعا في استضافه قطر للبطوله، وازاي شفت وتابعت حفل الافتتاح؟ صراحة للأمانة كل واحد عربي يعني يفخر أنه أحد الدول العربية تستطيع أن تقدم صورة مشرفة في استضافة كأس العالم وفي تقديم حفل ضخم مثل هذا الحفل. كلنا فخورين كعرب وأيضا كخليجيين، فرحانين كثير لأشقائنا في دولة قطر، نجاحها من نجاحنا، تألقها في حفل هذا أيضا من تألقنا، أنا سعيد جدا باللي شفته وإن شاء الله القادم أفضل وأجمل. السعودية بتحمل أمال كل الشعوب العربية في البطولة مع أشقائها طبعا سواء قطر أو تونس أو المغرب. بداية إزاي شفت مرحلة تحضير هيرفي رينار للبطولة والمباريات الودية اللي خاضها المنتخب السعودي للاستعداد لكأس العالم؟ هل كانت مطمئنة؟ هل رفعت من أمال ومن طموحات الأشقاء في السعودية؟ جداً طبعا المدرب هارفي رينارد كان المدربين المميزين اللي استطاع الفتره الماضيه انه يحظى حتى بثقه الاتحاد السعودي السجيده معاه خلال قبل حتى كاس العالم بعد التاهل لخمس سنوات قادمه، وهذا شيء يعطي ثقه ايضا من الاتحاد السعودي للمدرب، مدرب جدا مميز استطاع انه يعمل معسكر عطفا على انه اللاعبين الفتره الماضيه، طبعا كان معسكر كان في نقاش كثير وغلط في الشارع السعودي
انه كيف يكون في معسكر طويل 35 يوم. طبعا كان المدرب مصر على هذا المعسكر عطفا على انه لاعبين بعض اللاعبين مهمين بالنسبه للمدرب لن يكونوا مشاركين مع انديتهم او لن يكونوا مشاركين في الدوري مع انديتهم او يعتمدون عليهم المدرب بشكل اساسي وهو كان يحتاجهم، فلذلك هو اتجه لموضوع المعسكر الطويل واستطاع أن يعمل توازن ما بين منتخبات لاتينيه ومنتخبات اوروبيه من اجل انه المنتخب يقف على تعداد المنتخب. طبعا كانت مجموعه المنتخب السعودي وهي المجموعه الثانيه تضم المكسيك وبولندا والارجنتين منتخبين اثنين ومنتخب اوروبي، فلذلك كانت المباريات ما بين منتخبات اوروبيه وما بين منتخبات لاتينيه. يعني من وجهه نظرك وبالتاكيد طبعا الارجنتين واحد من الفرق المرشحه وبقوه لتحقيق اللقب، ازاي بتشوف المنافسه داخل المجموعه؟ ازاي بتقيس حظوظ المنتخب السعودي وقدرته على منافسه المكسيك وبولندا؟ اذا ما استثنينا او وافقتني ان احنا نستثني الارجنتين من الحسابات، مين المنتخب الاقرب للتاهل في المجموعه الثانيه؟ طبعا اشوف خلينا نتكلم بشكل، طبعا عندنا يعني اذا اردت اني اتكلم استاذ احمد بشكل عاطفي فانا اقول الجميع ليس فقط المنتخب السعودي جميع المنتخبات العربيه لن تكون متاهله، ولو كنا نريد ان نتكلم عن طريق المنطق لو كنا نريد ان نتكلم عن طريق العاطفه جميع المنتخبات نقول سوف تتاهل، ولو كنا نريد ان نتكلم عن طريق المنطق نقول اربع منتخبات لن تتاهل، واذا اردنا ان نتكلم بشكل عملي فانا اتكلم عن المنتخب السعودي الان وحسب سؤالك اتكلم عن انه هناك ثلاث عوامل عمليه ممكن انها تخلي المنتخب السعودي يستطيع ان يتاهل مع المنتخب الارجنتيني. طبعا العامل الاول الاستقرار الفني اللي لدى المنتخب السعودي، هذا احد اهم العوامل اللي ممكن النسخه الوحيده للمنتخب السعودي اللي يتاهل معاه مدرب من التصفيات ويروح معاه للنهائيات نفس المدرب. واضف لذلك انه رينارد مدرب ذكي يعرف كيف يتعامل مع مباريات يقراها من خلال التصفيات من خلال مباريات وديه، كان عنده تركيز عالي على التنظيم الدفاعي وهو احد النقاط اللي كان يعاني منها المنتخب السعودي، وشفنا ان المنتخب السعودي كان عنده صعوبه في تلقي الاهداف خلال المباريات الوديه الاخيره خلال 30 شهر يوم 35 يوم الماضيه فيما قبل انطلاق البطوله. طبعا المناخ والاجواء في قطر هي نفس الاجواء والمناخ الموجوده في السعوديه، فلذلك هذا عامل مهم بالنسبه للاعبين السعوديين. ايضا اضف للعامل الثالث اللي هو عامل الجمهور، يعني راح نشاهد حضور جماهيري كبير، راح يكون هذا عامل مهم، والجمهور يعتبر احد اللاعبين الان في كره القدم. واحده من المميزات اللي كنت بتكلم عليها واللي يجب حسن استغلالها يعني من المنتخبات العربيه هي العامل اي الارض والجمهور، انت بتلعب على ارضك سواء كنت السعوديه او المغرب او تونس او قطر، انت بتلعب على ارضك وفي وسط جمهورك، وبالتالي نتمنى انها تكون عامل مساعد يساعد المنتخبات دي على تجاوز البدايات. وبما ان احنا بنتكلم على البدايات خليني اخد رايك في ضربه البدايه بالنسبه للمنتخب السعودي في مواجهه الارجنتين، المباراه دي هتكون في منتهى الاهميه، واذا ما نجح المنتخب السعودي في تحقيق نتيجه ايجابيه اعتقد هتساهم بشكل كبير جدا وتعلي من حظوظه. شايف المواجهه ازاي والسيناريو الانسب من وجهه نظرك لهارفي رينار في مواجهه التانجو الارجنتيني؟ يعني طبعا احنا نتكلم عن اصعب مباراه يمكن يعني تقريبا في مجموعات مباراه السعوديه والارجنتين بالنسبه للسعوديه، لانها تقابل المرشح الاول لكاس العالم اللي هو الارجنتين بقياده ميسي ليونيل ميسي. فلذلك احنا نتكلم ان المنتخب السعودي في المجموعه الثانيه سوف يلعب مع الارجنتين ثم المكسيك ثم بولندا. لابد ان يضع المدرب في اعتباراته الفرق اللي بيلعب معاها بعد المنتخب الارجنتيني. فالمنتخب السعودي لسوء حظه انه بدا مع الصعب ثم الاسهل ثم الاسهل. يعني لعل المواجهات هذه اما تحدد لك بشكل كبير تاهلك او خروجك، فلذلك انا افضل سيناريو اراه في المنتخب السعودي من خلال الارجنتين وهذا كان واضح من خلال معسكر رينار اللي هو التنظيم الدفاعي. طبعا واضح المنتخب السعودي خلال الفتره الماضيه اشتغل على موضوع التنظيم الدفاعي، والدليل على ذلك في كثره مواجهاته الوديه كان عدد الاهداف اللي دخلت مرماه قليله. لكن مشكله المنتخب السعودي قد تكمن في موضوع التحولات. طيب كابتن سعد الحارثي كل التوفيق طبعا للمنتخب السعودي وكل التوفيق لمنتخباتنا العربية اللي بتشارك في البطولة، هنتابعهم يوم بيوم ولحظة بلحظة. فاصل ونرجع لحضراتكم. قبل ما نروح الفاصل قلنا الحمد لله الفار لغى الجول، رجعنا من الفاصل بركلة جزاء بيسجل من خلالها طبعا منتخب الإكوادور هدفه
الاول انا شايف ان المنتخب القطري عنده افضل من كده، احنا شفنا كورته وعارفين اغلب نجومه، وحقيقة بيلعب في مباراه الافتتاح وعلى ارضه وفي ملعبه وسط جمهوره، مستنين عوده طبعا مع سانشيز المدير الفني الاسباني، لانه واضح انه اكوادور مسيطره على اللي فات من الشوط الاول. لكن خليني اقول لكم على ملاحظتين في البطوله، ملاحظتين مهمين جدا. الملاحظه الاهم اللي اعتقد هتعمل فرق كبير جدا في السنين اللي جايه في كل ملاعب العالم، يعني مش بس في بطوله في المونديال، هي فكره الفي او سي، الفيرتشوال اوف سايد تشيك، ودي اللي احنا شفناها في اللعبه اللي تسجل منها الاكوادور الهدف الاول، واللي اتلغى بعد ما شفناه بتقنيه كشف التسلل اللي شفناه بالشكل الفيرتشوال. خلاص فكره الخطوط دي اللي ما بقت هي كمان مشكله، يعني زي ما في العاب كتير في الفار بقت مشكله، اعتقد الفيرتشوال اوف سايد تشيك دي ممكن تحل مشاكل كتيره جدا فيما يتعلق بكشف الخطا التسلل. دي نمره واحد. نمره اتنين، الحقيقه واحده من الحاجات اللي لابد ان احنا نشيد بيها بشكل كبير جدا اضاءه الملاعب. صحيح الاستادات عظيمه جدا، او استاد البيت بما انه الاستاد الاول اللي شفناه النهارده في الافتتاح، استادات على اعلى مستوى ما تقلش ان لم تكن تزيد كمان عن معظم استادات اوروبا، لكن حقيقه الاضاءه والتصوير حقيقه شابوه، لابد ان احنا واحد من الدروس اللي اتمنى ان احنا نستفيد بيها، وخصوصا في ما يتعلق لانه احنا على مستوى الاستادات في مصر عندنا بنيه تحتيه رائعه عالميه، لكن الاضاءه ما بتظهرش ده بالشكل الامثل. واعتقد ان احنا في يعني لكل المسؤولين يعني اعتقد ان احنا في حاجه ماسه ان احنا نراجع فكره مستوى او تقنيه الاضاءه عندنا في ملاعبنا عشان نشوف الصوره بالجوده دي. طبعا القصه مش بس اضاءه، في كاميرات وفي اخراج وفي جوده بس، لكن في النهايه اعتقد الاضاءه هي اللي بتعمل العنصر الفارق يعني في جوده الصوره. طيب ايه في السادسه دلوقتي؟ لقاء الحقيقه وتصريحات خاصه جدا للسادسه مع التشيكي ميروسلاف سكوب، طبعا كان بيتولى قبل كده المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي، اتكلم يعني معانا طبعا عن الفتره اللي كان موجود فيها والشغل اللي اشتغله مع منتخبنا الاولمبي في مصر، اتكلم على محمد صلاح، اتكلم على وجهه نظره ورؤيته في كاس العالم والمنتخبات اللي بيرشحها للفوز باللقب. وبالمناسبه هو من قريب يمكن الاسبوع اللي فات وتحديدا يوم الاثنين اللي فات كان موجود هنا في القاهره وبيحضر لمعسكر لمنتخب اليمن الاولمبي اللي هيتولى مسؤوليته في القريب. بشكر دكتور احمد جاد طبعا اللي قام بترجمه تصريحات ميروسلاف سكوب، وبشكر طبعا زميلي احمد شهاب اللي نجح في التواصل معاه ويعني قدم لنا الحوار اللي هنشوفه مع حضراتكم دلوقتي. أنا ميروسلاف سكوب المدرب السابق للمنتخب المصري في 2009 ودربت المنتخب لخوض بطولة كأس العالم، والكل يعرفني بكابتن سكوب. في البداية أود أن أرحب بمشاهدي قناة الأهلي وجميع مشجعي كرة القدم، وردا على سؤالي عن تجربتي كمدرب للمنتخب الأولمبي وأبرز المواقف التي لن أنساها، يجب أن أقول أنني عشت أجمل عام ونصف في حياتي في مصر، وأحب كثيرا أن أتذكر هذه الأيام واللاعبين والمشجعين وزملائي وأيضا الحياة في القاهرة. بالنسبة لي كانت المباريات المؤهلة لكأس العالم أجمل ذكرياتي، وأتذكر المباريات التي كانت في استاد برج العرب بالإسكندرية واستاد القاهرة، حيث كان يشاهد المباريات أكثر من 70,000 متفرج، فلم ألعب منذ تلك الفترة أمام حشد هائل من المتفرجين مثلما كان يحدث في استاد القاهرة. أيضا لا أستطيع نسيان ازدحام المواصلات الدائم في القاهرة والذي بقي في ذاكرتي لفترة طويلة، وأنا دائما عندما أتحدث مع الناس عن مصر فإنني أتذكر صفوف السيارات الطويلة في الشوارع. وبالطبع لا أنسى أنني خلال العام ونصف قمت بزيارة معظم الآثار المصرية بداية من الأهرامات وحتى أسوان، وكذلك استمتعت بالرحلات النيلية وشاهدت وادي الملوك والملكات والعديد من الآثار العظيمة الأخرى. وعن سؤالي حول رأيي في الموهبة الكروية محمد صلاح، يجب أن أقول إن ليفربول بدأ يلعب بمهارة عالية منذ وصول المدرب كلوب من دورتموند، وأن مصطلح تغيير اللعبة ظهر بقدومه إلى النادي. وعندما قدم صلاح إلى ليفربول اكتشف كلوب فيه المهارات العالية التي يتمتع بها. يمكن أن أصف صلاح بأنه ميسي المصري، فهو لاعب ذكي جدا وسريع ويتحكم في الكرة بمهارة عالية، ولديه القدرة على تسديد الأهداف من كل موقع في الملعب، ويستطيع أيضا صنع الأهداف.
ودائما كان صلاح وراء النتائج الجيدة التي كان يحرزها ليفربول في المباريات، وساعد صلاح أيضا في تقدم مستوى النادي في الدوري الإنجليزي والأوروبي. وتفسيرا لعدم اهتمام الأندية التشيكية بضم محترفين مصريين، فإن ذلك قد يكون نتيجة عدة عوامل، أهمها أن اللاعبين المصريين المتميزين لهم قيمة عالية في مصر ولهم مكانتهم الخاصة، أو أنهم قد يحصلون على عروض من أندية أخرى غير تشيكية، وبسبب مكانتهم الخاصة فالأندية التشيكية الكبيرة مثل سافيا ويلزن وسبارتا ليس بمقدرتها أن تقدم عروضا أفضل من الأندية المصرية. من المحتمل أن بعض اللاعبين في عمر 22 و23 يكون لديهم اهتمام بالانضمام إلى الدوري التشيكي لكي يظهروا في المباريات الأوروبية، ولكن سبب من أسباب مخاوف الأندية التشيكية من ضم المصريين هو حاجز اللغة، حيث إن اللاعبين المصريين لن يكون بمقدرتهم إجادة اللغات الأجنبية مثل الإنجليزية والألمانية، لأن المدربين التشيك يجيدون هذه اللغات ولكن لا أحد منهم يجيد العربية. ليس لدي معرفة بأسباب أخرى، لكن اللاعبين المصريين مدربون جيدا وعلى مستوى كفاءة عالي، ولديهم المقدرة على اللعب المتواصل طوال 90 دقيقة. وعن أفضل اللاعبين في المنتخب، فمن الصعب الإجابة على هذا السؤال لأنني خضت مع الفريق مباريات كثيرة، واللاعبون كانوا على مستوى عالي من الكفاءة، وأنا لم أدرب أبدا منتخبا بلياقة بدنية عالية ومدرب جيدا مثل المنتخب المصري. على العكس، كان هناك لاعبون لديهم مستقبل مشرف مثل أحمد حجازي الذي كان في تلك الفترة شابا صغيرا، لكنه أظهر مهارة عالية ورشحته للانضمام إلى الفريق الذي سيشارك في كأس العالم، وأيضا صلاح سليمان وإسلام رمضان وعرفات وشكري وطلال، فهم لاعبون متميزون. وعندما أفكر في أننا لماذا لم نتأهل في كأس العالم إلى دور نصف النهائي أو النهائي، وهذا ما كان يتوقعه المشاهد، أقول إن كوستاريكا التي خسرنا أمامها خسرت هي أيضا أمام البرازيل 1-0 بعد أن تأهلت إلى دور نصف النهائي، لذلك علينا ألا نشعر بالحرج من تلك الهزيمة. بخلاف اللاعبين، لا أستطيع أيضا أن أنسى زملائي في الملعب الذين ساعدوني كثيرا، ومنهم مدرب حراس المرمى فكري صلاح صاحب الخبرة الطويلة الذي كان يدرب علي لطفي صاحب اللياقة العالية، وأيضا محمد سيفي أحد مساعديني الذي ظل صديقا لي حتى اليوم، والذي كان يعرف جيل اللاعبين الشباب جيدا وكان دائما يقدم لي النصائح. أما عن تجربتي مع المنتخب المصري الأولمبي والعودة مجددا إلى مصر، فلقد لعبنا خلال العام ونصف عدة مباريات في كوريا وفرنسا. أود أن أشير إلى أن مستوى المنتخب تطور كثيرا خلال تدريبه للتأهل لكأس العالم، وفي بطولة تولون في فرنسا لعبنا مع الفرق الكبرى ذات الخبرة مثل الأرجنتين وهولندا. كان فريقنا تحت سن 20 وكانت فرقهم تحت سن 21، وعلى الرغم من ذلك خسرنا أمام الأرجنتين 3-2 فقط، وتعادلنا مع هولندا 1-1. لذا علي أن أقول إن المنتخب المصري لم يحبطني أبدا، ولكن أحد الأسباب الرئيسية وراء عدم التأهل لنهائي كأس العالم هو أننا لعبنا على أرضنا، فعندما عدنا إلى الفندق بعد خسارتنا أمام إيطاليا تلقى الفريق اتصالات كثيرة من الصحافة والتلفزيون لإجراء مقابلات مع اللاعبين، مما أثر سلبيا عليهم وشتت تركيزهم، وبالأخص عندما اعتقد الجميع أن كوستاريكا فرقة ضعيفة وأن الطريق إلى نصف النهائي سهل. لكن مسؤولية الكبرى تقع على المدرب، فهو المسؤول الأول عن نتائج الفريق، وهذا يؤسفني بالطبع. بالنسبة لسؤالي عن المنتخبات التي أرشحها للمنافسة على لقب البطولة، فهذا السؤال ليس بسهل، لأن مستوى كرة القدم الدولية متساو جدا، فلم تعد البطولة بين أقوى الفرق على الساحة الرياضية كما كان الأمر مع البرازيل أو الأرجنتين. ولكن كما نرى نتائج بطولات العالم في الفترة الأخيرة، فهناك دول مثل كرواتيا وبلجيكا لم يكونوا من قبل بهذا التألق، فقد أظهروا في السنوات الأخيرة مهارات عالية، وبالأخص في كأس العالم الأخير حيث تأهلت كرواتيا للنهائي وحصلت بلجيكا على المركز الثالث.
بالطبع لا أريد أن أنسى المنتخبات التي حافظت على التأهل إلى دور نصف النهائي في السنوات الأخيرة مثل ألمانيا وفرنسا التي فازت بالبطولة المرة الأخيرة، وكانت هناك فرق أوشكت على التأهل لدور نصف النهائي مثل إسبانيا وإنجلترا والأرجنتين والبرازيل. وأنا دائما أؤمن بأن في كل بطولة ستكون هناك مفاجأة. في رأيي أن المنتخب القطري لديه فرصة كبيرة في مجموعته لأنها ليست قوية باستثناء المنتخب الهولندي، وأعتقد أن المنتخبات العربية ليس لديها فرصة كبيرة في هذه البطولة مثل منتخبات السعودية وقطر وإيران، وذلك لأن الكرة الأوروبية والأمريكية دائما متقدمة بخطوة عن منتخبات الخليج العربي. ولكن أتمنى التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم، وأتمنى للمشجعين بطولة ممتعة، كما أتمنى كل التوفيق والنجاح لفريق الأهلي والمنتخب المصري على كافة المستويات وأن يصل إلى أعلى النجاحات. نسيت أن أجيب على سؤال حول عودتي للتدريب مرة أخرى في مصر. أنا مدرب محترف وقمت بتدريب العديد من المنتخبات مثل البحرين والعراق وقطر واليمن ومصر والتشيك، وبالتأكيد لن أرفض أي عرض من مصر. وأعود إلى بداية الحديث أنني في مصر كنت سعيدا جدا وسعدت بالعمل هناك، وعندي من هذه السنوات 2008 و2009 أجمل الذكريات. والآن أودعكم مشاهدي ومشجعي كرة القدم، مع السلامة، وأتمنى لكم كل التوفيق في التجارب الكروية القادمة. أكيد المهمة بقت أصعب على المنتخب القطري بعد ما نجح المنتخب الإكوادوري في إحراز هدفه الثاني. النتيجة ما تقلقش، لكن مستوى المنتخب القطري في افتتاح البطولة على أرضه ووسط جمهوره هو اللي الحقيقة يمكن إلى حد كبير كان مخيب للأمال. الإكوادور عموما، خليني أقول لكم، في بعض الدول كده في أمريكا الجنوبية بشوفها مناجم ذهب لم تكتشف بعد، منهم الإكوادور، منهم كولومبيا، وأعتقد إنه هنتابع ونشوف أسماء كتير جدا ممكن تكون موجودة عندنا في بما إن إحنا قريبين طبعا من ميركاتو الشتوي على الأقل، ونروح نبص للمدارس دي. وعلى كل الأحوال هنتابع معاكم المباراة لحظة بلحظة طبعا لل يعني ما بيتابعهاش. وعلى كل الأحوال خلينا نتكلم اكتر زي ما تابعنا المجموعه A وB امبارح، هنتكلم النهارده على المجموعه الثالثه والمجموعه الرابعه ونستعرضهم ونشوف المواجهات الصعبه، وخصوصا طبعا فرص المنتخبات العربيه اللي بتشارك في بطوله كاس العالم، مع محلل الكره العالميه خالد عامر اللي بيشرفنا النهارده في السادسه. مساء الخير يا خالد. مساء الفل. دارت العجله؟ دارت خلاص اهو، يعني البدايه نتمنى تدور بشكل افضل من شويه من الاداء ده. النتيجه زي ما انت ما قلت بالظبط هي مش مقلقه، ولكن اول 30 دقيقه 33 دقيقه منتخب قطر ما جاش خالص، كلها بلالين وكلها كور مش دقيقه، يعني تمركزات دفاعيه سيئه جدا، تواجد هجومي شحيح جدا. كنت اتمنى العجله تدور بشكل عربي افضل من كده شويه، ولكن متعشم ان شاء الله انه الشوط الثاني الدنيا تظبط شويه. يعني كنا مراهنين على الارض والجمهور ان هم يعني يكونوا عامل مساعد لمنتخباتنا في العربيه اللي بتشارك في البطوله، لكن يبدو ان كره القدم او في مناسبه زي كاس عالم ما بتعترفش قوي بفكره الارض والجمهور. في حاجات بتبقى عوامل مساعده، زي مثلا لما لعبنا في البرازيل، لما شفنا كاس عالم البرازيل. طيب. المنتخبات الاوروبيه عانت في الاول في بدايه البطوله بسبب اختلاف الاجواء والرطوبه العاليه، اختلاف الحراره بتاعت البرازيل عن الملاعب الاوروبيه، خلت المنتخبات الاوروبيه تبدا بدايه سيئه شويه. ايوه، بس خلانا المانيا طبعا، باستثناء المانيا لا، والمانيا يعني في الادوار اللي بعد كده تالقت اكتر في دور المجموعات ما كانتش بنفس القوه. ده اللي خلى منتخبات زي كوستاريكا، زي المكسيك، زي المنتخبات اللاتينيه هي متعوده على الاجواء دي، هي اللي تتالق اكتر. كنت مراهن اكتر على فكره اختلاف الاجواء، الحراره، الرطوبه ما بين قطر وما بين اوروبا هي اللي تؤثر، بس بعد الاستعدادات الكبيره. بس خد بالك يعني بين الخليج وافريقيا وامريكا الجنوبيه تشابهات كتيره جدا في حته الجو في الخليج لا، في افريقيا اوكي، في بتاع تمام، مش في افريقيا كلها طبعا، في افريقيا الشماليه يعني، او في شمال افريقيا الاجواء قريبه يعني شويه. اللي يعاني اكتر في اجواء دي ممكن الاوروبيين، ممكن بالزبط. امريكا الشماليه بالزبط. لكن اللي جاي من امريكا الجنوبيه بيلعب في حر وكده، ما عندوش مشكله. ده اللي كنت عايز اقوله لك، كنت مراهن اكتر على الاجواء، بس في مشكلتين. المشكله الاولى ان قطر اصلا عامله استعدادات عظيمه جدا عشان تبالانس شويه الاجواء، فعامله تكييفات مركزيه وعامله شغل عالي جدا. والحاجه الثانيه ان هم في الافتتاح بيلعبوا الاكوادور اللي اصلا متعوده على الاجواء دي. الارض والجمهور والكلام ده كله، خاصه ان احنا في كاس عالم، مش هيبقى عامل كبير قوي في النتائج. طيب خلينا نبدا معاك
قبل ما ندخل في المجموعات نشوف قائمة المديرين الفنيين الأغلى، القيمة التسويقية لأغلى 10 مدربين بيشاركوا في البطولة، ونقرأ ده ونحاول نترجمه كده على مستويات الفرق المشاركة وفرصها طبعا في تحقيق اللقب. هانس فليك طبعا ألمانيا في المقدمة 6.5 مليون يورو. غريب بالنسبة لي أنه جاري ساوثجيت إنجلترا، طبعا مدير فني لإنجلترا، جه في المركز الثاني ب 5.8 مليون يورو. ديدييه ديشان فرنسا 3.8 مليون يورو. تيتي البرازيل 3.6 مليون يورو. في المركز الخامس لويس فان خال هولندا 2.9 مليون يورو. في المركز السادس في بقى هنا اسماء، يمكن جيراردو مارتيلو ده مدير فني المكسيك في المركز السادس 2.9 مليون يورو. ليونيل سكالوني مدير فني الارجنتين 2.6 مليون يورو. فيليكس سانشيز المدير الفني اللي شفناه طبعا وظهر في اول مباريات قطر، مدير فني القطر 2.4 مليون يورو. فرناندو سانتوس البرتغال 2.25 مليون يورو. ومراد ياكين سويسرا 1.6 مليون يورو. مراد ياكين ده بتاع سويسرا، ده اللي كان بيلعب تحت قيادته محمد صلاح ومحمد النني في بازل، وهو صاحب الطفره الحقيقيه في مستوى محمد النني اللي نقلته للارسنال. فكره الاعتماد على محمد النني بدل ما كان بيلعب دستروير، فكره الاعتماد عليه ان هو بوكس تو بوكس، بيزيد لحد جوه المنطقه وبيساهم اكتر في عمليه الشوط من بره المنطقه والسكند بول. مراد ياكين كان سبب كبير جدا في تحول مستوى محمد النني من محمد النني المقاولين لمحمد النني اللي احنا بنشوفه دلوقتي محترف في صفوف ارسنال. فهو واحد من اهم المديرين الفنيين اللي انا بعتبرهم كان ليه بصمه على محمد النني وطبعا على محمد صلاح. قائمه منطقيه جدا. علامه الاستفهام بالنسبه لي الوحيد انريكي، يعني انريكي مش موجود. يعني دي بالنسبه لي يمكن واحد من المدربين او عامل مشوار سواء كان مع البارسا او بعد كده مع اسبانيا، يعني مشوار هو في 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 علامتين استفهام. اوكي، مع ان انا مقتنع بيه على فكره، بس في علامتين استفهام، واحد مش موجود وواحد موجود، او واحد موجود في المقدمه كمان. لويس انريكي انه مش موجود، على الرغم على فكره ان انا مش بحب طريقه كوره لويس انريكي قوي، بس هو واحد واخد تشامبيونز ليج مع برشلونه، مأدي بشكل كويس مع منتخب اسبانيا، بيبني منتخب جديد لاسبانيا بالظبط كده، مش موجود خالص. ورقم اثنين ساوث جيت. ساوث جيت انا على فكره انا بحب ساوث جيت جدا. انا لا يعني مع انا عارف ده كويس، انا مش متفق معاه تماما، مش عارف انا عارف ده كويس، بس مش عارف. بس هو بيعمل روتيشن كويس وبيكتشف مجموعه من الشباب كويسين، واصل سيمي فاينل كاس عالم فاينل يورو بمجموعه من الشباب، هو اللي ضمهم للمنتخب في المقام الاول، وبيلعب كوره جميله، بيلعب كوره بديناميكيه اكتر، مش 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 بس القماش اللي معاه تقدم احسن من كده. القماش اللي معاه تقدم احسن، بس خلينا نحط نقطه مهمه يعني جدا، يعني انا متخيل المجموعه دي لو بيدربها حد مثلا زي جوارديولا هتشوف كره ثانيه خالص. موافق جدا. بس جوارديولا ما كانش هيضم المجموعه دي اصلا. جوارديولا كان هيروح يدور على الحرس القديم والناس الكبيره والتيكي تاكا والكلام ده كله. فكره ان انت تلاقي ديكلين رايس، فكره ان انت تلاقي كالفين فيليبس، فكره ان انت تلاقي بوكايو ساكا، فكره ان انت تلاقي الوجوه الشابه الجديده، يعني في 2018 كانت اول مره نشوف كالفين لسه في ليدز يونايتد بيلعب في منتخب انجلترا، وهو الخط الوسط الاساسي هو وديكلين رايس، والاثنين قدموا بطوله اعظم ما يكون، الاثنين مستوى فردي كان عظيم جدا. جوارديولا كان لو موجود كان مش هيضمهم اصلا، كان هيروح يرجع جيرارد مارتن. ليه الراجل اشترى كالفين فيليبس اهو؟ هو جايب كالفين بعد ما تألق، بعد ما لعب مع ليدز، وبعد ما ساوث جيت ضمه للمنتخب. ايوه، ده راجل بيلعب على بطولات، لازم يضم حد يعني يعمل اضافه. اصل انت عشان تجيب حد جديد على سكواد زي مان سيتي محتاج حد يعني سوبر ستار. تمام، صح ولا متفق. ايه؟ طيب مش هتراهن لسه على حد تيجي تجربه في المنتخبات، بتراهن ولا بتجيب الجاهز؟ لا، في المنتخبات ده انا مهمه المدير الفني منتخب اسهل بكتير جدا مدير فني. انت بتجيب الجاهز وبتلعبه. انت عندك قماشه عريضه جدا جدا، انت في النهايه في النادي محطوط قدامك 30 اسم. صحيح. بتحاول تطلع منهم الافضل، لكن في منتخب انت قدامك شوف كام نادي وكم بطوله. شكرا. ما بين ممتاز وما بين درجه اولى ودرجه ثانيه، طلع بقى واختار زي ما انت عايز. انا اشكرك بشده على اللي انت بتقوله ده، لان انت بتؤكد وجهه نظري. فلما نطلع من ده كله بانه ساوث جيت اختار مجموعه من اللاعبين اللي مش معروفين وراهن عليهم ان هم يتالقوا، زي كابتن حسن شحاته ما عمل مع جده مثلا،
اوت اوف نو وير بقى هداف كاس امم افريقيا 2010. أي. الفكره في الموضوع انه مهمه المدير الفني سهله، هو خدها من الطريق الصعب، خدها من ان احنا بنكتشف مجموعه جديده وبنبني جيل للمستقبل والكلام ده كله. اند ات بايد اوف، يعني لما بنتكلم على سيمي فاينل ات بايد اوف على الاقل، انه يعني انجلترا اخر مره طموح انجليزي ما اعتقدش ابدا انك توصل مباراه فاينل او انك انت اخر مره تمام، بس يعني اخر مره انجلترا يعني تاهلت سيمي فاينل كان امتى؟ ما تفرقش معاك من زمان جدا، تفرقش معاك كتير. ففي ستيبس التاني يعني الفرق اللي بتلعب على بطولات او الدول اللي بتدور على بطولات، البرازيل لما بتوصل نهائي كاس العالم قصه مختلفه وتخسر دي خساره. البرازيل قصه مختلفه، ما تقوليش نجحت في ان انا اوصل مباراه نهائي. البرازيل كل نسخه بتبقى فاينل سيمي فاينل سيمي فاينل كوارتر فاينل. انجلترا ما بتروحش اصلا، ما بتوصلش للادوار دي. فبالنسبه للمشجعين الانجليز، ايوه انت بتتكلم على دوله بتملك افضل بطوله على مستوى العالم واسوأ منتخب على مستوى العالم، بتملك افضل اجهزه، يعني اجهزه فنيه بتدرب فرقها صحيح على مستوى العالم، صحيح بتلعب في ملاعبها افضل الاسماء في كره القدم على مستوى العالم، فبالتالي طبيعي جدا ان انا بستثمر ده. في مردود مادي وفي فوائد كثيره جدا وفي بطوله هي الانجح، لكن في النهايه لازم ده يترجم على منتخب انجلترا، واحد من افضل المنتخبات اللي انا شفتها اللي كان تكاملا يعني اللي فيها عناصر متكامله. كان منتخب انجلترا 2006 وفشلوا في انهم يحققوا اي حاجه، منتخب انجلترا 2010 فشل ان هو يوصل اصلا. فبالنسبه للناس بقى الانجاز الحقيقي ان انا بكتشف جيل المستقبل وان انا بوصل سيمي فاينل كاس عالم وفاينل يورو وبخسر في اللحظات الاخيره والكلام ده كله، ده بالنسبه لي احنا اتفقنا على الاقل نتفق خلاص. لا لا خالص خالص بالعكس، انا بستمتع جدا بالنقاش معاك. انت عارف احساسي بدايلامت انجلترا كده ايه، وخد بالك برضو هم احساسهم الكره دي بتاعتنا يعني. صحيح يعني دي كره القدم، الكره دي احنا يعني دي بتاعتنا يا جماعه، انتوا بتشاركونا في لعبه احنا اللي اخترعناها او احنا اللي قدمناها لكم. فبالتالي الطموح الطبيعي جدا عندهم، واحنا ليه ما بنكسبش كاس العالم زي ما احنا بالظبط في مصر هنا على مستوى افريقيا على سكيل اقل شويه، واحنا ليه ما بنوصلش كاس عالم؟ فاهم قصدي؟ يعني بكل اللي عندنا والتاريخ والعظمه واللعيبه والنجوم والانديه وسبعه افريقيا و10 دوري ابطال للاهلي وخمسه زيهم للزمالك والاهلي في كاس العالم، لكن في النهايه على مستوى المنتخب انك ما توصلش كاس عالم مش انك ما تفوز او ما تتقالش من دون، لانك ما توصلش كاس عالم بالنسبه لك بقت عقده، لغز بقت مشكله. هو لغز مش عقده، هي سواء انجلترا ليه انجلترا دايما عندها أسوأ منتخب في كاس العالم مع انها عندها اقوى دوري واقوى لعيبه موجودين في الدوري، وليه منتخب مصر ما بيوصلش كاس عالم مع ان عندها اهم دوري في المنطقه واقوى منتخب في المنطقه؟ لغز لغز حقيقي محتاجين احنا صحيح نتعرف. صحيح. طيب من قائمه المدربين الاغلى في البطوله عايزين نروح لقائمه المنتخبات العربيه ونراهن عليهم. يعني انا قلت لكم في البدايه احنا صحيح مصر ما تاهلتش، لكن بحكم دوائر الانتماء في حته كده جواك ناحيه عربيه ناحيه افريقيه بتقول يا رب العرب يعملوا حاجه او الافارقه يعملوا حاجه. خلينا نبص على القيمه التسويقيه لمنتخباتنا العربيه اللي بتشارك في البطوله، اربع منتخبات: المغرب، تونس، السعوديه ومنتخب قطر. القيمه التسويقيه لمنتخباتنا دي يا خالد، وهل ممكن تفرق على الاقل معنويا او فنيا حتى جوه الملعب؟ منتخب المغرب في الصداره بقيمه 251 مليون يورو، في المركز الثاني منتخب تونس 65 مليون يورو، فرق كبير قوي جدا، ومنتخب السعوديه في المركز الثالث 28 مليون يورو تقريبا، ثم منتخب قطر في المركز الرابع 15 مليون يورو. اللي احنا شايفينه قدامنا ده هو الفارق ما بين الاحتراف وعدم الاحتراف، الفارق ما بين ان احنا قائمه ثلاث ارباعها ان لم تكن كلها، لا مش كلها لانه في يحيى جبران وفي عدد من اللاعبين المحليين يعني في قائمه منتخب المغرب. 90% منهم لاعبين محترفين. صحيح. 251 مليون يورو واللي بعديه على طول 65. عندك لعيبه كبيره زي حكيمي زي زياش زي بوفال. حكيمي تقريبا لوحده فيه ممكن 60 ولا حاجه. بالظبط 60%. لا ده 60% من القائمه دي حكيمي زياش. سوري اشرف حكيمي لوحده. اشرف حكيمي لا ما تبالغش قوي يا خالد، 60% يعني ده كسر 120. لا 150 مش للدرجات دي. يعني ممكن تقول 60% حكيم زياش هو قيمته السوقيه 80 مليون. 80 مليون يعني يحسبوها لنا بقى ويقول لنا دي يعني بتتكلم على الثلث تقريبا. تقريبا يعني بتتكلم 30% 33% واللي تحت طبعا السعوديه مع كامل احترامي ليهم وكامل احترامي للدوري. السعوديه وقطر زيرو محترفين. زيرو محترفين مع كامل احترامي للمنتخب السعودي وان انا مرشحه ان هو يبقى يعمل علامه في المجموعه بتاعته، واحنا رايحين له دلوقتي في الكلام عن المجموعتين. يعني احتراف، يعني عندك واحد زي سالم الدوسري خد فتره معايشه بره ما نجحش فيها ورجع، فرق المينتاليتي اللي كان دايما محمد صلاح بيتكلم عنه. لعيب كبير قوي جدا. لعيب لا انا لا معلش انا اسف، هو لعيب حريف جدا. السعوديه فيها مجموعه من اللعيبه
أصحاب العقليات. يعني عندك واحد زي سلمان الفرج. سلمان الفرج ده واحد من أفضل اللعيبة اللي أنا بحب أتفرج عليهم، أتفرج على الكرة تحت رجله. سلمان الفرج بيفكرني في مصر، وحتى كنت لسه بقولها من يومين بكابتن حسام غالي. أيوه. الهدوء والحرفنة والرؤية والقيادة والكاريزما. لعيب تقيل في الملعب، لعيب تقيل في الملعب صحيح جدا. عندك واحد زي محمد كنو، محمد كنو هايل. عندك خط الدفاع واحد زي علي البلية، عندك زي سعود عبد الحميد الباك اليمين، عندك لا عندك عدد من اللعيبة المميزين جدا اللي تحب تتفرج على الكورة معاهم. سلمان اسمه فهد المولد. انا كل ما استبعد اعتقد استبعد يعني للاسف الشديد فهد المولد، بس كل ما تيجي سيره فهد المولد قدامي افتكر جونه في اليابان في التصفيات، جون عظيم جدا في تصفيات كاس العالم 2018. جون عظيم جدا. لا عندهم مجموعه من اللاعبين. بمناسبه المستبعدين، مستبعدين والشيء بالشيء يذكر، بنزيما لعشاق الديوك الفرنسيه او الناس اللي هتشجع منتخب، الناس الفرنكوفون يعني اللي هتشجع منتخب فرنسا، بنزيما كمان باي باي بالظبط. وتتوالى الضربات وخروج النجوم، ويعني كنا في اول البطوله ما تبدا او قبل البطوله ما تبدا كنا بنتكلم ان عندنا سكواد ممكن يبقى منتخب عالم ينافس على البطوله. النهارده تعمل فرقتين وانت مرتاح جدا جدا. في هجمه دايره كده على تشاوميني من الفرنسيين لان هو كان السبب في استبعاد نكونكو من القائمه بتاعه المنتخب عشان دخل عليه في تدخل عنيف بقوه شويه، فتعرض لاصابه فخرج. بعدها بيومين بنزيما تعرض لاصابه وخرج برضه. في هو اصلا كان مصاب وكان بيلعب على هو كان مصاب في اليمين وعملوا له برنامج وكان كده هيلحق، وبعد كده اصيب في الشمال في الميران بتاع الامس. أيوه. وتم استبعاده. قال هيحاولوا ياهلوه، هيحاولوا يعملوا له، طب هيغيب عن اول ماتشين، طب هيغيب عن اول ثلاثه. خلاص تصريح دي شون بيقول لك رسمي انه خلاص بره وقالوا له حتى هتعوضه، قال لك مش هعوض. لا خلاص. ليه مش هتعوض؟ انا قراري كده، مش ما حدش هيتكلم معايا. لا ما هو دي شون برضه عليه حاجات يعني. طيب. تمام تعالى نروح للمجموعه الثالثه ونشوف كده المواجهات فيها وحظوظ الفرق. وطبعا انا مركز قوي مع منتخبات العربيه والمنتخبات الافريقيه على وعسى. طبعا السعوديه مع الارجنتين، معها المكسيك، معها بولندا. كنت بكلم طبعا كان ضيفي في السادسه من شويه، كان لينا مداخله مع كابتن سعد الحارثي طبعا نجم النصر والهلال ومنتخب السعوديه، وكنت بقول له انه المنطقي والطبيعي يعني لو بنحسب حسابات او بنقرا قرايات انه منتخب الارجنتين ومعاه واحد من المنتخبات الثلاثه شايف ازاي حظوظ المنتخب السعودي. قال لك انه يعني الفرص متساويه ما بين بولندا والمكسيك والسعوديه. بتشوف بتقرا المجموعه دي ازاي؟ وشايف بما انه السعوديه هيكون المواجهه بتاعتها الاولى تقيله شويه، بص هي بتصطدم بالارجنتين في اولى ماتشاتها. صحيح. انا متفق شويه مع كابتن سعد الحارثي العظيم جدا في تاريخ الكره السعوديه. الحظوظ متساويه لفكره مختلفه شويه. بولندا ما عندهاش، عندها جيل قوي بس ما عندهاش الكي بلايرز اللي يسمحوا لنا ان احنا نراهن على منتخب بولندا واحنا مغمضين عينينا. ليفاندوفسكي وزيلينسكي. بخلاف ليفاندوفسكي وزيلينسكي، وعلى فكره برضو عشان الناس ما تقولش ان انا بناقض كلامي، كنت من كام يوم في حوار تلفزيوني برضو في قناه النادي الاهلي، وقلت ان بولندا هي المرشحه ان هي قلت ان بولندا هي المرشحه الاولى بجوار الارجنتين ان هي تتاهل. ايوه. وبعدين رحت بدات اقرا شويه وبدات اتفرج شويه على ماتشات وبدات شويه اقيم اللعيبه، فلقيت انه لا على فكره بولندا لعب نمطي جدا. عندها لعيب بلاي ميكر بتعتمد عليه بشكل اساسي اللي هو زيلينسكي اللي بيلعب دور الثمانيه، يا اما ثمانيه متاخر يا اما ثمانيه متقدم في خطه 4-3-3، فزيلينسكي يا اما بيلعب ريجيستا جنب الدستروير يا اما بيزيد يبقى في 4-1-4-1 جنب الثمانيه الثاني. وليفاندوفسكي بخلاف زيلينسكي وليفاندوفسكي الكوره ما فيش حلول فرديه كتير نقدر نخرج منها بشكل للمنتخب ان احنا نقول ان عنده تنوع حلول. احنا شفنا ده النهارده من الاكوادور، يعني ما حسيناش ان الاكوادور فيها حد تقيل قوي باستثناء فالنسيا، وفالنسيا لوحده قدر يشد صحيح. يشد منتخب اكوادور في مواجهه منتخب قطر على ارضه وعلى ومع جمهوره وفي ملعبه في افتتاح البطوله. متفق، بس في هنا نقطتين مهمين جدا لازم نتكلم عليهم. رقم واحد انه بيلعب مع قطر اللي بتلعب اول كاس عالم ليها، مفيش اي خبرات في البطوله. تمام. اللي بتلعب افتتاح على ارضها، فمحمله باعباء نفسيه كبيره جدا ان هي لازم تظهر وان هي لازم تشرف العرب وان هي لازم تشرف نفسها وتشرف صورتها قدام العالم، فبتلعب محمله. يعني واحنا بنتفرج على الشوط الاول عبد الكريم حسن واحد من افضل اللعيبه اللي موجودين في قطر مش عارف يتلايم على كوره، مش عارف يقف كوره، الكوره بتجيله بيلعب بالونه،
اكرم عفيف الوحيد اللي ممكن اقول انه بيحاول شويه ينزل قبل منطقه نص الملعب عشان يستلم الكره ويسلم الكره ويطلع بيها بشكل معلش صحيح. بس يعني انا يعني برده مش عايز اختلف معاك قوي، بس انا هقول انه التيم ده لعب كوبا امريكا والتيم ده لعب تصفيات اوروبا، يعني اقصد اقول المستوى ده الكلاس دي هم مش اول مره يخشوا فيها، يعني جربوا احتكوا خاضوا تجارب، فبالتالي مفترض انه وخدوا كاس اسيا وخدوا بطوله اسيا وخدوا اسيا 2019 لاول مره في تاريخهم، فبالتالي يعني فكره الرهبه والضغط والى اخره ما اعتقدش انها كاس العالم غير كاس العالم بيتلعب على ارضك والناس دي كلها حواليك بتتفرج عليك ان انت مطالب ان انت تشاين اب. لا كاس العالم غير، خاصه مع منتخب صغير حركي اكتر عنده مهارات. انا شفت كذا، انا ما اعرفش حد فيهم غير فالنسيا بصراحه، فالنسيا بالظبط، بس انا شفت عندهم كذا لعيب، يعني ده سوق يعني لازم نبص لبلد زي الاكوادور دي نظره مختلفه بصراحه 100%. وعلى فكره يعني حتى للسوق المصري انه لما بتتكلم ان انت تجيب حد من الاكوادور مصر اعتقد ان هم افضل لهم من الاكوادور، يعني انت مصر افضل لهم من الاكوادور وهم بالنسبه لنا افضل من اسواق كتير في افريقيا جدا طبعا ويوافقوا ان هم يجوا، لان هو فعلا زي ما انت لسه بتتكلم هم منجم ده فعلا عندهم مهارات وعندهم وسوق ما لهوش ضغط من اوروبا يعني كده. يعني البرازيل والارجنتين هتلاقي اوروبا ضغط على الاسواق دي فعليه شويه الريتس او بالزبط يعني بالزبط مستوى الاسعار فيه. لكن مثلا لما تتكلم على الاكوادور، لما تتكلم على تشيلي، لما تتكلم على كولومبيا، لما تتكلم على بوليفيا حتى، وطبعا احنا شفنا هو لما جبنا سافيو في فرق في الكواليتي، اسواق اقل بس الكواليتي افضل بالزبط. شويه من الـ طبعًا. من الـ مش عايز اقول اللي بنتخم فيهم، ولكن اللعيبه الافارقه مش الصف الاول في افريقيا طبعا، لانه عندنا لعيبه افارقه مميزين جدا بس اللعيبه الافارقه المميزين بيروحوا على اوروبا على طول. اللي بيفضل اللعيبه اللي احنا بنشوف فيديوهات ليهم او سيديهات او الكلام ده كله، واغلب الظن ان احنا بنتخم فيهم، فلا عندنا السوق بتاع امريكا اللاتينيه متفق معاك تماما. وبتعمل بقى اعاده تصدير، يعني ممكن انا حابب جدا اعمل معاك الموضوع ده، نعمله في يعني حلقه فكره الميركاتو والاسواق التي لم تكتشف وايه المميزات اللي معها وايه دي. طيب تعالى نقرا بسرعه المجموعه، بس قبل ما نقرا المجموعه وطريقه اللعب والمديرين الفنيين والتفاصيل خاصه بالمنتخبات الاربعه، فاصل سريع جدا ونرجع نكمل كلامنا. الارجنتين بكل الدوافع الممكنه في الوجود تحاول تحقيق الكاس الثالثه في تاريخها، سبق طبعا تحقيقها 78 نهائي الاحلام الارجنتين وهولندا دوره كامبس اللي احرز اللقب للارجنتين 78، ثم الاسطوره التي لم ولن تتكرر دييغو ارماندو مارادونا 86 في المكسيك على حساب المنتخب الالماني، ثم كانت مواجهتين ومرتين وصل فيها المنتخب الارجنتيني للمباراه النهائيه بعد كده، واحده سنه 90 امام المانيا ايضا ولكن خسر وفي وجود مارادونا، لكن الارجنتين خسرت النهائي ده، ثم امام المانيا 2014 وخسرت برضو امام المانيا بنتيجه 1-0 الهدف اللي احرزه ماريو جوتسا في شباك، ودي كانت النسخه الوحيده اللي وصلت فيها الارجنتين للنهائي تحت قياده ليونيل ميسي، وتبقى النسخه والامل الاخير لميسي في تحقيق اللقب للارجنتين. ماذا ستفعل الارجنتين في مجموعتها؟ نقرا الاول وخالد يقرا لنا كده شكل الارجنتين وقيادتها الفنيه في البطوله. طيب خلينا نبدا بان احنا نقول ان مدرب الارجنتين في النسخه الحاليه هو ليونيل سكالوني البالغ من العمر 44 عام، واللي بيعتمد اكتر على خطه 4-4-2 بتتحول ل 4-3-3 في الحاله الهجوميه. القيمة التسويقية لمنتخب الأرجنتين بتقدر ب 633 مليون يورو 633.2 مليون يورو. التصنيف العالمي بتاعهم دول ربعهم في ميسي مثلا تقريبا يعني التصنيف العالمي ليهم هو المركز الثالث. متوسط أعمار اللاعبين ودي حاجة مميزة جدا في الأرجنتين السنة دي هو 27.9 سنة، يعني تقريبا 28 سنة، وأبرز النجوم طبعا وقطعا ليونيل ميسي ودي ماريا طبعا لاوتارو مارتينيز طبعا عنده وباولو ديبالا وديبالا عنده طبعاً. عدد كبير جدا من اللعيبه والنجوم المميزين السنه. طيب نروح المنتخب الثاني في المجموعه، منتخب بولندا. منتخب بولندا المدرب خلينا نبدا نقول انه يعني زي ما كنت بقول
بولندا واحدة من المنتخبات اللي عندها حظوظ، ما تأهلتش قبل كده الفاينلز لسيمي فاينل أو فاينل، ما راحتش الأدوار بعيدة في كأس العالم، ولكن طبعا منتخب بولندا بوجود النجوم الكبار عندها مرشحة جدا. المدرب هو تشيزلاف ميشنيفيتش، السن 52 سنة، طريقة اللعب 2-3-5-2، القيمة التسويقية 255.9 مليون يورو. مش قليل برضه يا خالد. فلا يعني مش قليل طبعا. في واضح ان في اسماء ثقيله يعني. بس انت متخيل انه بولندا اللي هي العاديه هي متساويه تقريبا مع المغرب اللي هي اقوى منتخب عربي. اعلى قيمه تسويقيه لمنتخب عربي موجود في البطوله. التصنيف العالمي لمنتخب بولندا هو المركز 26، وبرضه يعتبر مركز متقدم. طبعا يعني مركز جاي. مش بعيد يعني. لا خالص. متوسط اعمار اللاعبين 27.1، وابرز النجوم قطعا ليفاندوفسكي مهاجم برشلونه، واللي نعتقد برضو انه اخر كاس عالم ممكن يكون ليفاندوفسكي. متهيألي يعني متهيألي في جيل بيودع في البطوله دي، ممكن ينضم لميسي ورونالدو وبنزيما. بنزيما ما اعتقدش يعني، بنزيما ممكن يلحق كاس عالم تاني لو الظروف خدمته يعني، ولكن لا ليفاندوفسكي وميسي وكريستيانو رونالدو لا. اعظم لاعبي ريال مدريد في العشر سنين الاخيره لم يكتب اي تاريخ مع منتخب فرنسا في باستثناء كاس العالم يعني، نسخه بنزيما. كاس العالم بنزيما ما لعبش اساسا منتخب هو فرنسا. هو ما راحش منتخب فرنسا. لا ما كانش معاهم. طيب نروح بعد كده من منتخب بولندا لمنتخب المكسيك. تمام. المكسيك عنده خيراردو مارتينو، منتخب يبدو ان هو خالي من النجوم الكبار، ولكن عنده عدد من النجوم المتالقه في الدوريات الاوروبيه. خيراردو مارتينو عنده 59 سنه، بيلعب 4-3-3، القيمه التسويقيه 216 مليون يورو، 216.10 مليون يورو. التصنيف العالمي تصنيف مميز، المركز 13 طبعا على العالم. متوسط اعمار اللاعبين 27 سنه ونص. وابرز لاعبيه هو ايرفينج لوزانو، جناح ايمن نابولي الايطالي. تمام. لوزانو واحد من اللعيبه المميزين جدا بالكوره ومن غير الكوره، فلوزانو قد يشكل تهديد حقيقي بالنسبه للمنتخبات اللي هيلعبها، لانه قادر في ثانيه يخطف ويجري. انا هاجي لك، انا سايب ماتش السعوديه والارجنتين مش هراهن عليه، لكن هاجي لك شويه وسريعا طبعا، مش عايز ادخل في تفاصيل قوي، بس خلينا ناخد منتخب السعوديه وبعدين اجي للمواجهتين دول. شايف ايه الطريقه الانسب للمنتخب السعودي؟ هيرفي رينار يفكر ازاي في مواجهه بولندا، ويفكر ازاي في مواجهه المكسيك عشان يطلع بافضل نتيجه؟ نقرا او نشوف المنتخب السعودي. تمام. السعوديه بيشارك في 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 البطوله للمره السادسه في تاريخه. المشاركه الاولى ليه كانت سنه 1994، مدربه العظيم والعبقري هيرفي رينار اللي شفناه في عديد من دي احنا متفقين. طبعا هيرفي رينار بالنسبه لي شابوه، واحد من افضل المديرين الفنيين اللي جم في افريقيا على مدار تاريخ 100% يعني خد مع كوت ديفوار، سابهم خد مع زامبيا. هو يعني لا وسيبك من الالقاب والبطولات، هو مدير فني تقيل، عنده فكر وعنده بصمه وقادر يقود ويسيطر، يعني في كل المواصفات اللي تدور عليها في اي مدير فني. مدرب مميز جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الكاريزما طبعا والسيطره على اللاعبين. عنده 54 سنه وبيلعب بالطريقه اللي شفنا عليها الاهلي ايام مانويل جوزيه. مظبوط. وده تقريبا سر حب الجمهور المصري لهيرفي رينار، لان هو شاف الطريقه دي وشاف نجاحها مع مانويل جوزيه اللي هي 4-3-2-1، او اللي بنسميها شجره الكريسماس، اللي بتعتمد على مهاجم وحيد بيعمل محطه للقادمين من الخلف. 4-3-2-1 هي خطه مميزه جدا مع هيرفي رينار للمنتخب السعودي. المنتخب السعودي قيمته التسويقيه 27 مليون يورو، بوينت 8 تقريبا اولموست 28. التصنيف العالمي 51، متفوق على منتخب قطر بمركز وحيد فقط. مركز قطر لا متاخر، انا اسف عن القطر، لان القطر التصنيف ال 50 بالظبط كده. متوسط اعمار صقور السعوديه 27.2، وابرز النجوم سالم الدوسري. احنا طبعا هنا بنحط ابرز نجم اللي هو النجم. انت شايف في نجوم كتير في المنتخب السعودي، ابرزهم من وجهه نظري اللي انا بقول لك بستمتع بيه سلمان الفرجي. طيب طب نروح سريعا، انا بقول لك طبعا هو عندهم الطلعه صعبه شويه، يعني انك انت تبتدي مشوارك بالتانجو. صحيح. يعني ماتش صعب وماتش بايخ وماتش تقيل، وسبيشالي انه انا شايف انه كمان ميسي النسخه دي هيكون يعني في اعلى درجات تركيزه، لانه الدوافع عنده كبيره جدا، وعارف انه
ممكن يكون امله ضعيف جدا انه يظهر في اي نسخه كاس عالم، فبالتالي هو محتاج، بالتالي اهم هدف بيسعى اليه ميسي في المرحله الحاليه لا الشامبيونز ليج ولا الدوري الفرنساوي ولا تجديد عقده ولا انتقاله لانتر ميامي ولا اي حاجه في الدنيا غير انه يجيب كاس عالم، لانه عارف انه من غير كاس عالم هيبقى تاريخه ناقصه كتير. صحيح. فبالتالي دي واحده من الضيافة. لكن يهمني اكتر اركز معاك على السعوديه المكسيك، السعوديه بولندا، دول المفتاحين او المباراتين ممكن يكونوا مفتاح عبور السعوديه للادوار اللي بعد كده. طيب احنا طبعا هنستفيد في الشرح لان انا محتاج القائمه تبقى معايا، كنت محتار ابقى محضر القائمه عشان اقول لك اسامي اللعيبه بالظبط، ولكن فيما يخص السعوديه بولندا بشكل عام جدا بدون الدخول في تفاصيل، الكفتين متساويتين من وجهه نظر، متساويتين على الرغم من فارق الكبير في القيمه التسويقيه والمركز العالمي. كره القدم بتعترف دايما بالمجهود وبتعترف دايما بالتنظيم. مظبوط. شفنا مصر وبلجيكا بالظبط كده، شفنا مصر وبلجيكا يعني بتهيألي مصر وبلجيكا دي ادت دفعه كبيره جدا طبعًا للمنتخبات العربيه. طبعا انا هسالك سؤال، في اقصى درجات تفاؤلنا كنا ممكن نقول في حياتنا لا، من اربع ثلاث اربع سنين كده، سيبك من ان احنا نكسب بلجيكا، لا ده طبعا لا لا مش قصه مكسب بس، ما احنا ده هنلعب احنا الماتش ده على بلجيكا، احنا وصلنا افريقيا بخطه اكسب واجري يعني، صح ولا ايه؟ لكن انت لعبت كوره وكنت ند لبلجيكا وكان ممكن تكسب اكتر من كده على فكره. بس انا كنت عايز اشير لنقطه ثانيه مهمه جدا، اكرم توفيق هذا الباك اليمين المحلي اللي لم ياخد اي رحلات احترافيه قبل كده، بيوقف كراسكو هازارد بمستوى فني بيشيد بيه، حتى الصحف البلجيكيه اشادت بيه، اللعيبه بتوع بلجيكا طلعوا اتكلموا عنه، مترجمه في اكتر من صحيفه بلجيكيه. يعني فكره في الموضوع انه سيبك بقى من اللي بيتقال في مصر انه اصله ما رفعش وما راحش وما عملش، شغل بلدي شغل بلدي الاعلى استخلاصا تنزلش المستوى ده مش هنتكلم عليها يعني. الاعلى استخلاصا للكور، الاعلى حصولا على الكرات الهوائيه، الاعلى 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 الاعلى. اكرم توفيق عمل واحده من افضل المباريات، واحنا بنتكلم على ايه؟ على لاعب محلي. لا عشان ما نخرجش بس كده، انت بتتكلم على لاعب من 12 شهر مبطل كوره 8 شهور فيه. صحيح. يعني بياخد اوريدي عشان يرجع بس لنص مستواه محتاج ياخد، لا ده رجع وبقى نمره واحد وراح منتخب ولعب مع بلجيكا ولعب على كراسكو يعني عارف انت بتتكلم على حاجه ما بتحس يعني صعب جدا انها تحصل. فعشان ما اخرجش من سياق الحلقه، اكرم توفيق هو مثل فقط، انا اقول تضرب بيه مثل لان واحد من اميز اللعيبه اللي كانت بالنسبه لي في المباراه، يعني بانه مش دايما العالم يكسب. تمام، حلو الكلام. متفقين. احيانا المنتاليتي تكسب، احيانا الرغبه تكسب، احيانا الفروق الفنيه. ممكن اجيب لك لقطه صغيره جدا لما تيجي تحط دي بروين ومصطفى محمد في مقارنه، بالتاكيد طبعا الفوارق مين كبيره جدا التاني. لكن جد. لكن التركيز واللقطه والاصرار وكل حاجه ممكن تقولها. صحيح. خلت مصطفى محمد يتفوق على دي بروين وعلى مين؟ وعلى كورتوا ده اللي خلي بالك اللي من كام شهر كان جايب محمد صلاح جايب تشامبيونز ليج لريال مدريد لوحده. فانت بتتكلم انه الفوارق دي في الملعب اذا كان في الحضور والتركيز يعني ما فيش فوارق 11 قدام 11. عشان كده بقول انه هل الحظوظ متساويه ما بين المنتخبات الثلاثه بخلاف الارجنتين؟ 100% اعتقد ان الحظوظ متساويه، خاصه ان احنا بنتكلم على مجموعه من اللاعبين الموهوبين الملتزمين تكتيكيا واللي بيقودهم واحد من افضل المدربين اللي موجودين. مزبوط. وهو هيرفي رينار. طيب يبقى احنا نختم دي المجموعه الثانيه بان السعوديه تملك حظوظ متساويه مع المكسيك وبولندا. نتمنى التوفيق للاشقاء في السعوديه. نروح للمجموعه الرابعه، عندنا برضو فيها منتخب عربي، عندنا فرنسا، استراليا، الدنمارك وتونس. مجموعة صعبة شوية على التوانسة للأسف، عندنا منتخب عربي في المجموعة دي. مجموعة صعبة على التوانسة يعني بصراحة. طيب تقرأ لنا الأربع منتخبات يا خالد؟ يلا بينا. يلا بينا، خلينا نبدأ بفرنسا. يلا نبدأ صاحبة بفرنسا، اللقب الأخير، صاحبة اللقب حاملة اللقب يعني، حاملة لقبين لكأس عالم. لا أنا أقصد الأخيرة، حاملة اللقب الأخير يعني، هي داخلة هي البطل دلوقتي. 2018 وقبلها 1998 أفضل نسخة كأس عالم، حظهم حلو مع الثمانيات. تقريبا. فرنسا 2 كاس سعادة. عالم بيقودهم دلوقتي ديدي ديشان اللي بتحوم حواليه الكثير من علامات الاستفهام والتشكيك في قدراته، على الرغم ان هو حامل اللقب، ولكن الاستبعادات عدم التعويض بنزيما مثلا، الكلام ده كله بيخلي الناس تشكك شويه في قدره ديشان على قيادة المنتخب. ديشان 54 سنة، طريقة اللعب بتاعته 4-2-3-1،
القيمة التسويقية للمنتخب الفرنسي؟ اقرأ كده والنبي عشان أنا حاسس أن أنا غلطان. يعني معدية المليار. تمام. مليار. خد بالك، خد بالك، فرنسا في العشرين سنة اللي فاتت دي يعني عملت نقلة نوعية وطفرة. أنت بتتكلم على تاني أكتر دولة على مستوى العالم تصديرا للاعبين المحترفين. صحيح. فأنت بتتكلم يعني على 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 نقلة نوعية للكرة الفرنسية. وبتهالي أي مدير فني يمسك يتولى مسؤوليه منتخب فرنسا يبقى في منتهى السعاده، لانه بيختار تقريبا يعني من اوسع قماشه موجوده على سطح الكوكب. وعشان كده كنت بقول ان ديشان عنده علامات استفهام كتير جدا. ان طيب. انت 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 عندك قماشه واسعه جدا. عايز تاني. تاني والله. عايز تاني. صحيح. التصنيف العالمي لمنتخب الفرنسي الرابع بعد منتخب الارجنتين طبعا اللي قلنا ان هو الثالث. طيب. متوسط اعمار اللاعبين 26.8 سنه، وابرز اللاعبين كان كريم بنزيما دلوقتي طبعا كيليان عندك مبابي. تقدر تقول كيليان مبابي. طبعا يعني هو طبعا قايمه فيها انطوان جريزمان، فيها كيليان مبابي، فيها اوليفيا جيرو، فيها تشاوميني، فيها كامافينجا، فيها عثمان دامبلي، فيها هي. عدد كبير جدا من النجوم الصف الاول. مزبوط. ولكن في عدم وجود او في ظل عدم وجود كريم بنزيما في القائمه، الوجه الابرز اللي الناس هتستنى تشوفه هو كيليان مبابي. كيليان مبابي بالظبط. صحيح. طيب بعد فرنسا نروح ل استراليا الدنمارك تونس. تونس نروح لتونس على طول. تمام. منتخب تونس الشقيق الواقع في مجموعه صعبه جدا. تونس بتصعد للمونديال للمره السادسه في تاريخها. نفسها تصعد لدور ال 16 لاول مره في تاريخها، تعدي دور المجموعات، ولكن ده صعب جدا في النظر. خلينا نقول كل شيء وارد. كل شيء وارد. ما لسه كنت عايز اقولها. صعب كل جدا شيء وارد. نظرا للمنافسين. أي. ولكن في كره القدم كل شيء وارد. مدرب جلال القادري هو مدرب جديد مسك في شهر اغسطس الماضي، لسه ما حطش فتره طويله في تدريب المنتخب. اتمنى ان هو يكون عنده افكار مختلفه يفاجئ بها المنتخبات اللي هيلعبها. سنه 50 سنه، طريقه لعبه 4-3-3. التصنيف العالمي 30 القيمة، وهي على فكرة تصنيف جيد بالنسبة لمنتخب تونس. القيمة التسويقية 65 مليون يورو. متوسط أعمار اللاعبين 26.5 سنة، وأبرز النجوم علي طبعا هنقول علي معلول لأن هو المعروف دلوقتي بالنسبة لنا. أيوة. ولكن اللعيب اللي الناس بتعول عليه طبعا عندهم إلياس خيري مميز جدا في خط النص، ولكن اللاعب اللي الجماهير التونسيه بتعول عليه بشده ان هو يتالق هو حنبعل المجبري. أيه. المعار من مانشستر يونايتد. مش متذكر دلوقتي هو بيلعب فين بالظبط، بس انا عارف ان هو خارج في رحله اعاره. حنبعل المجبري واحد من افضل اللاعبين العرب الشباب القادمين يعني بالظبط، التالنتد او الموهوبين يعني البروسبكتس بالظبط كده، المنتظر تالقهم في الملاعب الاوروبيه. نتمنى له كل التوفيق بالطبع. طيب بعد تونس نروح لمين؟ تحب الدنمارك ولا نروح لاستراليا؟ تمام. المنتخب الأسترالي هو الأقل حظوظ من وجهة نظري في التأهل عن هذه المجموعة، خاصة أنه كان عنده عدد من اللاعبين المميزين، في منهم اتصاب. أبرزهم بوي. بويل. بالضبط كده. استبعد برضو من قائمة. استبعد بسبب الإصابات. دلوقتي عندهم إيرون موي هو النجم الأبرز اللي عندهم. المدرب جراهام ارنولد بدا يبص للموضوع بشكل مختلف، بدا يضم لعيبه شباب، وعندهم لعيب هيلعب عنده 18 سنه، هو اصغر لاعب استرالي يشارك في كاس العالم عبر تاريخها. سن جراهام ارنولد طبعا المدرب الاسترالي 59 سنه، طريقه لعبه 4-2-3-1. التصنيف العالمي ال 38، القيمه التسويقيه 38 مليون يورو. متوسط اعمار اللاعبين 27 سنه ونص، وابرز اللاعبين زي ما كنت بقول ايرون موي. 4-2-3-1 من خلال استعراضنا للاربع مجموعات الاولى هي الطريقه الاكثر شيوعا حتى اللحظه في في البطوله. طيب نروح نختم بقى بالمنتخب الدنماركي. واحد من المنتخبات اللي انا بحبها جدا. انا شخصيا في كل مره برشح المنتخب الدنماركي ان هو يبقى حصان اسود، عشان عنده عدد من اللاعبين المميزين جدا، وعنده عدد من اللاعبين الخبرات، وعنده عدد من اللاعبين الشباب. منتخب الدنمارك شفنا عمل ايه حتى في هو تقريبا يعني الدنمارك والسويد اكتر من اكتر دول الاسكندنافيان يعني او الاسكندنافيه مشاركه، وعندها دايما تحس انها عندها منتخبات ممكن يعني يمكن في الهاندبول والالعاب دي بيبقوا متفوقين جدا، لكن في كره القدم النرويج السويد. بالظبط كده.
فلكن الدنمارك يعتبر افضلهم واشهرهم، وهو يمكن الوحيد على مستوى تحقيق الالقاب اعتقد حقق بطوله يورو قبل كده بالظبط لما كان اعتقد كان جاي من متذكر بعيد. مش متذكر التاريخ 92 اعتقد حاجه كده 92 ما كانش اساسا مشارك في البطوله، وبعد كده تم فرض عقوبه على واحد من المنتخبات مش متذكر بصراحه هو ايه، فتم استدعاءه فجه وخد اللقب في 92. حاجه عامله زي البرتغال لما خدت اليورو وهي طالعه ثالث من المجموعه، اللي هو طلعت افضل توالت هوب 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 يلا بينا ده راجل جاي من بيتهم عشان في ناس ثانيه تعاقبت خد البطوله بالظبط. تمام. منتخب الدنمارك واحد من المنتخبات بقول لك اللي انا بحبهم بشكل شخصي، بيدربهم حاليا كاسبر هيولمند اللي شفنا فترته مع ماينز الالماني 2014-2015، مدرب مميز وعنده حلول تكتيكيه مميزه في ارض الملعب، برضه بيدرب من شهر اغسطس الماضي فلسه ما لحقش ياخد معاهم الفتره الكافيه عشان يحط التصورات بتاعته او نشوف احنا التصورات بتاعته، اتمنى ان تصوراته تبقى وصلت للعيبه. لكن انت بتدرانا على عناصر منتخب الدنمارك جدا كاسبر شمايكل، سيمون كاير، دولبرج، كريستين اريكسن، عنده عدد، يوسف بولسن، عنده عدد كبير من اللعيبه المميزه جدا اللي تقدر تقول ان منتخب الدنمارك هيبقى مشاكس بالنسبه للفرق. وانا طبعا منتخب الدنمارك هو خالد كده من كلامه بيرشح فرنسا والدنمارك للتاهل عن المجموعه. لسه عايز اقول انه للاسف الشديد على الرغم من وجود تونس اللي اتمنى ان هي توصل، طبعا حبي للدنمارك مش هيفوق حبي لتونس والدول العربيه فطبعا كل تمنياتي ليها الدنمارك ان هي ان هي تخرج وان تونس هي اللي تتاهل، ولكن الواقعيه بتقول ان الدنمارك حتى ما عندهاش الايجو بتاع ان انا منتخب كبير فالفروق تتشال في الملعب بالمنتاليتي والكلام ده كله. الدنمارك منتخب مكافح. طب خليني احاولها لك بالحسابات شويه. شوف يعني انا بيتهيألي انه صعب ان تونس تعمل حاجه مع فرنسا، وصعب حتى الدنمارك انا بقول حسابيا منطقيا بالورقه والقلم يعني، خلينا نتفق انه فرنسا ضمن التاهل والثلاثه التانيين هيصارعوا على البطاقه الثالثه. تمام. ايه المباراه اللي لازم تراهن عليها تونس؟ المباراه اللي لو كسبتها تونس فرصها تبقى كبيره قوي في انها تكمل تبعد واحد من المرشحين اللي بيزاحموها او بينافسوها على البطاقه الثانيه، وفي نفس الوقت تقرب من فرنسا وبالتالي يبقى فرصها كبيره. الدنمارك، ماتش الدنمارك طبعا. استراليا منتخب ضعيف. ايوه. حتى لو لا قدر الله، لو لا قدر الله استراليا واصله بملحق اصلا، لو لا قدر الله تونس استراليا، فكره ان انت توقع الدنمارك هي فرص الدنمارك واستراليا قدام الدنمارك تقريبا. الاهم بالنسبه لتونس ان هو يوقع الدنمارك ويعمل الدنمارك يعمل اي حاجه مع استراليا ومع فرنسا بقى. هو انت لو تونس وقعت الدنمارك وفرنسا وقعت الدنمارك تضمن انها توقع استراليا والاثنين يطلعوا بعض. فانت يعني ماتش الدنمارك هو حجر الزاويه بالنسبه للتوانسه 100%. مباراه فرنسا مهمه، ولكن مهمه على صعيد الشخصيه ان احنا بناخد احتكاك وبناخد خبرات وبننافس افضل اللاعبين اللي في العالم، خاصه ان تونس ما عندهاش الاسماء اللامعه اللي موجوده في اوروبا زي مثلا منتخب المغرب. أيه. عندهم طبعا حنا بعد المجبري واحد من البروسبكت زي ما كنت بقول، عندهم وهبي الخزري، عندهم يوسف المساكني اللي كان ليه فترات احتراف قبل كده، عندهم اسامي موجوده احنا كعرب نعرفها كويس قوي. بس كاسماء بتلعب في القاره العجوز او قاره اوروبا او في الدوريات الاوروبيه تقريبا وهبي الخزري هو الاشهر بالنسبه للجماهير، لان هو في فترته مع سانت اتيان كان مكسر الدنيا في الدوري الفرنسي. على العكس بقى انت بتلاعب منتخب مدجج بالنجوم وكله لعيبه مهمين ومنهم كيليان امبابي ومنهم اوليفيه جيرو. ايوه. وحدث ولا حرج. وبالتالي كمان المجموعه دي فيها واحد من العناصر او الحاجات الفارقه في عند المنتخبين، انا ما اتفرجتش على الاسترالي ولو اني اتهيألي برضو ان استراليا مش هتكون بعيده قوي في حته اللياقه البدنيه، لكن اللي بنتكلم على اللياقه البدنيه عند استراليا، عند فرنسا وعند الدنمارك اثنين من اعلى المنتخبات بدنيا، سيبك من فنيا ومهاريا طبعا. لكن فرنسا طبعا فنيا ومهاريا يعني بتتكلم على بطل حامل اللقب يعني بيشارك في البطوله وحامل اللقب. اثنين في نص الملعب تشواميني كامافينجا. يعني انا عايز اقول لك انه كامافينجا انا عندي ثنائيه كامافينجا وتشواميني في نص ملعب ممكن من وجهه نظري المتواضعه اقوى من كانتي وبول بوجبا. اقوى من الثنائيه. لا الثنائيه تمام. جدا يعني شايف كامافينجا بصراحه وتشواميني الاثنين هيسيطروا على وسط خط نص من منتخب فرنسا كل السنين اللي جايه. موافق جدا بس مش السنه دي. بس مش السنه دي. مش السنه دي.
اجتهاد شخصي مش أي. مش مش بيزد على كامافينجا ده شايفه من قبل ما يروح الريال انا ما يعني احنا يعني بنتكلم عنه تقريبا كل حلقه أي. قبل الهوا وبعد الهوا وفي نص الهوا يعني عارف كامافينجا تشاوميني اتنين بيلعبوا في ريال مدريد عندهم العنصر الكيمستري اللي ما بينهم او التناغم اللي ما بينهم ولكن ما عندهمش خبرات دوليه كبيره السنه دي ممكن ياخدوا الخبرات الدوليه دي وبدايه من المواسم اللي جايه او النسخ اللي جايه سواء من دوري ابطال او كاس الامم الاوروبيه او من كاس العالم كثنائيه كامافينجا تشاوميني قطعا افضل من بوجبا كانتي كانتي بص كانتي يعمل فرق مع اي حد يعني تحطه جنب اي حد يعمل فرق ولكن الفكره انه لما الاثنين يبقوا بيعملوا نفس المجهود كانتي كان بيشيل بوجبا كان بيشيل اي حد بيلعب جنبه بيلعب جنبه كان بيميل اكتر لان هو يروح لقدام ويشوط انا بوجبا بطل كوره من ساعه ما ساب اليوفي وراح اليونايتد يعني انا بوجبا بالنسبه لي كان اليوفنتوس من ساعه ما راح استنيت 2015. استنيت بول بوجبا في مانشستر يونايتد موسم ورا الثاني ورا الثالث ورا مفيش بول بوجبا لان هو بول بوجبا. في الاساس هو لاعب مزاجي جدا بيعتمد على ان هو بيعمل اللي هو عايز يعمله بيلعب بمزاجه فلما بيجي له مدربين ما بيعرفوش يتعاملوا معاه شوف كده في الفتره اللي تالق فيها بوجبا مع مانشستر يونايتد اللي هي فترات شحيحه جدا لا انا امنت يعني السنين الاخيره دي امنت ان في حاجه اسمها كيمياء في كره القدم 100% كوتينيو في ليفربول غير كوتينيو بارسا غير كوتينيو بايرن جريزمان في اتلتيكو غير جريزمان في برشلونه يعني في لعيبه كده ما بيحصل الشفت وكان ال 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 التوهم الكيمستري ده تشال بيروح عندنا واحد لسه ملاعبينه من كام يوم ممكن نقوله برضو في الامثله ايدن هازار هازار طبعا تشيلسي غير ريال مدريد غير ريال مدريد تماما طبعا جاريث بيل توتنهام غير جاريث بيل ريال مدريد, ريال مدريد. الكيمستري لازم تبقى موجوده بول بوجبا لما تشال من مانشستر لما تشال من يوفنتوس راح مانشستر يونايتد ظل مش ما بيتوهجش غير في فترات شحيحه اللي بيجي له مدرب يعرف يتعامل معاه بشكل نفسي كويس غير كده بول بوجبا محتاج ان هو يلعب براحته ودي على فكره على الرغم من مستواه السيء جدا مع مانشستر يونايتد لانه كان بيروح مع منتخب فرنسا يكسر الدنيا ويبقى واحد من افضل نجوم البطوله ليه؟ لانه ديدي ديشان بيديله الحريه الكامله في الملعب انه يعمل ما بداله مش مكلف بادوار دفاعيه مش مكلف بادوار هجوميه مش مكلف باي حاجه بوجبا امسك الكوره اعمل بيها اللي انت عايزه فاهم قصدي فبوجبا بيتالق وبيحس ان هو عليه مسؤوليه القائد وعليه مسؤوليه ان هو يقود المنتخب هجوميا ودفاعيا فبتلاقيه بيعمل اكسترا ايفورت لما تربط بوجبا بمكان معين وتقول له انت تعمل واحد واثنين وثلاثه وما اشوفكش بتعمل حاجه غيرهم خلاص بوجبا راح فعشان كده بقول لك ان بوجبا مع نجولو كانتي ثنائيه جيده ولكن بوجبا يعني مش اللي تعول عليه في كل الماتشات تشاوميني كامافينجا اثنين نفس الكواليتي بنفس الافورت بنفس المينتاليتي بيلعبوا في نص الملعب ثنائيه عظيمه توقعاتك عظيمة. للبطوله رايحه على فين يا خالد وشايف انه امريكا الجنوبيه ترجع للمشهد مره ثانيه في ظل الترشيحات في ترشيحات كتيره جدا شايفه البرازيل والارجنتين اكثر منتخبين جاهزين لتحقيق اللقب السنه دي ولا هتستمر او هيستمر اللقب في قاره اوروبا؟ لا اعتقد ان البرازيل ارجنتين الارجنتين تعرف انه في انا مش عارف الطريق ماشي ازاي بس في ناس كتير قوي بتحلم انه الارجنتين البرازيل لقاء نشوفه في كاس العالم ده هو نيمار وطلعوا اوائل مجموعتهم الاثنين هيتقابلوا سيمي فاينل او برضه سيمي فاينل سيمي فاينل سيمي فاينل, سيمي فاينل. بس برضه بصرف النظر هيبقى لقاء فاينل بالنسبه لل يعني انت هتستقبل ارجنتين وبرازيل كاس طبعاً عالم طبعاً. ده لقاء لل لقاء للذكرى واللقاء الثاني اللي ممكن برضه يبقى للذكرى وللتاريخ برتغال ارجنتين طبعا ده يبقى مواجهه يعني ما حصلتش في كاس عالم ده كان في مسلسل شهير جدا معمول عن مايكل جوردن وجيل شيكاغو بولز اسطوره كره السله الامريكيه طبعا ان بي اي كان اسمه ذا لاست دانس كان بيتكلم عن فكره الموسم الاخير لمايكل جوردن في الان بي اي ده تقريبا نفس الوضع اللي احنا بنشوفه دلوقتي ذا لاست دانس بالنسبه سيبك من ليفاندوسكي لان هو مش جزء من الصراع التاريخي ما بين رونالدو وميسي دلوقتي احنا بنشوف ذا لاست دانس على ارض الملعب ما بين ميسي رونالدو مين اللي يقدر يوصل لابعد نقطه ومين اللي يقدر ينهي مسيرته بالشكل اللي يليق بالتاريخ الحافل اللي عمله لنا صحيح على كل الاحوال انطلقت البطوله مره ثانيه وهنقولها ونتابعها ونكررها كل يوم كل التوفيق للمنتخبات العربيه الشقيقه قطر
تونس، المغرب، السعوديه، نتمنى ان شاء الله ان حد منهم يروح لبعيد. وان كنت متفق مع خالد ان السعوديه والمغرب يمكن يكونوا المنتخبين الاكثر يعني حظوظا في البطوله، نتمنى كل التوفيق. طبعا تونس احنا انا شخصيا اعتز جدا واحب جدا الاشقاء في التوانسه، فنتمنى ان شاء الله لتونس التوفيق. قطر للاسف الشديد يمكن اعتقد والمباراه بتقرب من يعني من نهايتها، يبدو انها مش قادره ترجع فيها مره ثانيه، لكن تقدر تعوض، تقدر تعوض معها السنغال، معها هولندا. نتمنى كل التوفيق لاشقائنا العرب، ونتمنى كل التوفيق للمنتخبات الافريقيه، بالتاكيد هم برضو في دايره الانتماء، قلبك هيكون معاهم في البطوله. نتمنى ان شاء الله يروحوا لبعيد، ونتمنى 28 يوم نستمتع فيهم بوجبه كرويه كده دسمه تصبرنا لغايه لما ان شاء الله نشوف منتخب مصر 26 في كاس العالم. خالد عامر امتعتنا وشرفنا بوجودك معانا في سادسك العاده. شكرا جزيلا، وهنتقابل كتير ان شاء الله على مدار البطوله. شكرا ليك، شكرا ليكم على المتابعه. بكره ان شاء الله حلقه جديده السادسه، تحياتي ليك.